18 سنة ورا قضبين حديد وأربع حيطان. ابني يا ميسا، ابني يا ميسا، ابني راح يا شاد. ابني شاد، شو بصير؟ بتصير مع كل العالم. الله بيبعت الخير. أنا بكفل بكل شيء. ما تتعب حالك، بيان كتير منيح شو بده. بدكم دعوة ومحاكم. الله يوفقكم يا ولاد الكلب. بدي دعوس مثل ما دعوس الوالدت. كان معها حق أمي، ما كان لازم يجي. صار هيك. وين؟ ليش عم تفك؟ خوفتيني يا سما. السجن اللي بعده جواتي. حابب تختبر تعرف شو احساس مرة بعد 20 سنة بدون رجال. ميسم عبود؟ مين ميسم عبود؟ هيدي بدها نبش من تحت حبس. ما بيعرف محمد صالح المعامل. هيدا من اشهر المحامين بالبلد. محامي الخير ومحامي وليد هون زياد بخيل. زياد ساعدني حتى جميل العدل ياخذ كل حقه من عم الخير. شو بدي حول البلد للنيابه العامه؟ دعوه المرفوعه من جميل العتر على كاتي خير وعمل خير. هيدا عدوته. اعطينا عنوان ميسم. تعرفها؟ مين ميسم عبود اصلا؟ محمد صالح حذرني منك. في اشياء بالحياه غير الركض ورا قضيه. شكرا. صحتين. شو بك؟ يا خير. حاصل ومجموعة فوق. وخفيتي ما الوعي بك. العرق عرق كاتيا. الزنت أو بالفخاد. هاي هاي في جيران. في بنت كمان. مين انت وشو وصلك لهون؟ تفضل اطلعي برا. طلع فيه منيح. تتذكر انا مين. ليش في شي بك شي؟ تشوفي سبعتك بتشكلي خطر على هذا المجتمع. قضيتي قلبي ما بدي. نمتي مع نادين بركي. لو لي أنا ما كان في ميسم عبود. شو عم تفكر؟ فينا نقتلها. أكيد بتعرفي أنا بخاف منك. بتخلي ميسم عبود منتصر علينا. حياتي أهم لأنه مصمدتها حتى ألهي العام الخير. واحد بده يقتلك. مجنون يحرق. طب أنت مرة شو؟